مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من صالون سلمى. النهارده انا قلت ان انا لازم اعمل مطبخ واعمل اكلات تعجبكم، ان شاء الله يا رب تعجبكم. فانا هعمل لكم الفراخ المقرمشه والرز المبهر. فاحنا هنبدا دلوقتي بالرز المبهر، تمام؟ عشان بس بياخد وقت عقبال ما احنا ايه نعمل وصفه تانية. تمام، احنا معانا هنا زعتر وسبع بهارات وكزبرة وقرفة و اللي هو نسيت وحبهان، تمام، وفي ثوم وطبعا ملح وفلفل، تمام. فاحنا هنبدأ نعمل بصلاية الأول، بس مش متقطعة، فأنا هقطع البصلاية. طبعا الاكل او الرز المبهر ده من الاكلات او الوصفات اللي الناس بتحبها او تغيير زي ما بيقولوا. سوري، احنا بس طبعا طيب احنا ممكن نطلع فاصل ونرجع لكم تاني، عشان بس في كده عشان وقت التأخير بس، تمام. ورجعنا لكم تاني. فهنعمل الرز المبهر، تمام. هنحط زيت طبعا، نشيل ده، نحط شوية زيت صغيرين مش كتير، تمام، وزبدة، دي زبدة، نحط نص معلقة، نجيب معلقة تانية عشان المعلقة دي متنفعش مع الحلوة الكفاية، تمام. ضيف أول حاجة البصلة، طبعا البصلة هضيف معاها شوية سكر، ممكن معلقة صغيرة، معلقة صغيرة سكر بتدي كرملة للبصلة. بتدي كرمل البصلة وبتخليها تاخد لون كده مكرمل. انا طبعا قصدي ان انا اقطع البصل الكبير كده عشان يبان في الرز. في رز تاني، ده نص كيلو رز، بس هستنى ياخد بقى شوية. هبتدي احط زعتر، تمام، سبع بهارات، معلقة صغيرة كزبرة، بابريكا، بابريكا دي على حسب الرغبة، مش هحط كتير، تمام. عندنا قرفة، القرفة بتدي طعم للرز حلوة قوي، تمام. طبعا عشان اعمل الرز ده لون يبقى كاري، عشان احنا هنعمل فراخ مقرمشة فلازم الرز بتاعها يكون ايه واخد اللون الاصفر. احاول اقلب كله مع بعضه زي ما انتم شايفين اللون عامل ازاي. طبعا ملح وفلفل،
طبعا شوية ملح، الفلفل فين بقى؟ نسيت اطلع. طبعا شوية فلفل كده وهبتدي اقلب زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا اللي هي الحبهان مطحون، طبعا بيدي ريحة حلوة جدا للرز. خلاص كده بقى اللون معايا حلو قوي زي ما انتوا شايفين، اللون حلو جدا. هبتدي احط الرز، لازم كل رزاية تتغلب بالزيت زي ما انتوا شايفين كده، لازم كل رزاية تبقى فيها زيت، وبعد كده بضيف المية. تمام، المية يدوب تغطي الرز. تمام، في حبة رز كمان، في حبة رز كمان. هضيف شوية مية كمان. تمام كده، طبعا انتوا عارفين اول ما المية بتغلي بنبتدي نوطي على الرز. هغطي الرز بقى طبعا. تمام كده، وهنطلع فاصل وارجع لكم عشان نعمل الفراخ المقرمشة. استنونا. رجعنا لكم تاني معانا الوصفة التانية اللي هي الفراخ. طبعا الفراخ دي انتوا بتسلقوها اللي هي السلقة العادية جدا، بس انا بزود عليها الكاري عشان تاخد اللون ده. معايا الفراخ دي مسلوقة طبعا عشان وقت البرنامج، فانا اسلقاها في البيت، هي خدت اللون ده. تمام، تسلقوها الدرجة اللي انتوا عايزينها، عايزينها مستوية قوي نص نص زي ما انتوا عايزين. طبعا البهارات معايا كزبرة، سبع بهارات، معايا زعتر، معايا حبهان مطحون، معايا بابريكا برضو على حسب الرغبة، قرفة. تمام، بس كده. طبعا ده هشيله لان مش هينفع احط سكر معاها. تمام، وطبعا الكاري ده حاجة مهمة في الوصفة، انا حطيته وهي بتتسلق، وهحطه كمان وهي بنتبلها. تمام، طبعا هضيف الفراخ الاول. تمام كده، طبعا انا بحط نسب، انا بحب احط بايدي، فانا هحط شوية قرفة كده. تمام، وهبتدي احط بابريكا، وهحط شوية كاري حلوين كده عشان تاخد اللون معايا. طبعا دي الفراخ المقرمشة، حبهان، الحاجات دي مطحونة طازة فعشان كده ريحتها، مش عايزة اقول لكم ريحتها حلوة جدا. زعتر، سبع بهارات. تمام، كزبرة. اوكي، طبعا الحاجات دي خلاص كده. هبتدي بقى الفراخ كده خلاص اتبلت، طبعا هعمل بيض. لازم كل بيض اشوفها. تمام، اربع بيضات على حسب الكمية اللي معايا، الكمية اللي عندي هتاخد اربع بيضات. تمام، جيب شوكة ونضرب البيض كده زي ما انتوا شايفين. بس خلاص البيض بقى كده. تمام، اضيفه على الفراخ.
نجيب طبق كبير تمام، ده بقسماط هضيف شوية حلوين، وعندي هنا دي هضيف برضو حبة كده تمام. انا خلاص الفراخ بقت عندي في البيت، طبعا انا هحط بقى شغال، ابتدي احط الرز. بص على الرز كده لسه شوية، فابتدي احط الزيت تمام كده، الزيت يسخن دول خلاص ما عدناش عايزينهم تمام، لازم يكون الرخامة عندي نظيفة كده. هاخد قطع الفراخ كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي اعملها في البقسماط الاول تمام، والبقسماط لازم يكون خشن او يكون كده يعني مش ناعم قوي كده، عاملاها بقسماط تمام. ابتدي احطها في الدقيق، اجيب طبق تاني في طبق كده الفراخ دي مقرمشة، بتبقى جميلة قوي وصحية جدا عشان احنا بنعملها في البيت بنفسنا. هعمل كذا واحدة عشان ما ينفعش، لان بتاخد لون بسرعة، لازم اعمل كذا حاجة كده كذا واحدة. دي الفراخ اللي هي بتتباع في المطاعم الشهيرة، فاحنا بنعملها في البيت بطريقة سهلة وجميلة وسلسة تمام. البهارات اللي انا حطيتها لو في حاجة انتوا مش حابينها عادي بتشلوها عادي مفيش مشكلة، بس لازم تتسلق ويتحط لها كاري تمام عشان تاخد اللون ده تمام. طبعا هعمل كذا واحدة نفس. طيب مصطفى على التليفون. ايوه اسمها سلمى. ايوه يا فندم اتفضل مع حضرتك. ممكن اسال حضرتك على فراخ الكنتاكي والكبسه؟ احنا اللي احنا بنعمله ده يعني حاجه شبيهه ليه، وان شاء الله يا رب تعجبكم. الوصفه دي حلوه قوي ومفيده لانها في البيت، طبعا انتوا عارفين عشان كورونا والحاجات دي، فاحنا بنحاول نعمل الوصفات دي عشان ما نحتاجش للمطاعم بتاعت بره. فانا بعمل لك الوصفه او المكونات بتاعتها عشان تبقى ايه تقدر تعملها في البيت، وصفه سهله ولذيذه جدا. شايفين لون الفراخ؟ هي واخده لون اصلا، اللون ده اللي هو الكاري، طبعا حاطه ملح وفلفل وحبهان. حبهان المطحون يا جماعه، ولما تجيبه فريش وتطحنه والفلفل الاسود والحاجات دي بتدي ريحه قويه جدا. فطبعا المطاعم الشهيره معروفه ان هي بتبقى الريحه جامده عشان بتبقى لسه الريحه معموله، يعني الحاجات دي مطحونه بس. فبعمل كذا قطعه كده، الزيت سخن معايا، ولازم تكون حراره الزيت مش بتغلي، يعني درجه الحراره تكون متوسطه، ولازم اطبطب كده على الحاجه عشان ايه الحاجات دي تلزق تمام. هحاول اغلفها من كل ناحيه تمام. طبعا انا المفروض كنت لبست جوانتي في ايدي التانيه، بس خلاص كده تمام تمام هبتدي بقى احط الفراخ تتحمر. طبعا الزيت لسه مسخنش قوي، بس ده كويس، درجه حراره الزيت كده يعني مظبوطه.
الرسول، وبص على الرز، خلاص الرز كده، فاحنا عايزين نقلل. تمام كده، دقيقتين كمان ويكون الرز جاهز. خلاص الزيت اهو، كده هزود شوية بقسماط كلنا كتير. تمام، وهبتدي اعمل بقية الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. بقسماط مش لازم نطحنه قوي. طيب احنا ممكن نطلع فاصل لحد ما نكمل بقية الفراخ الموجودة ونتبلها كويس ونشوف اللي على النار ده. تمام، فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. ايوه رجعنا لكم تاني. الرز طبعا مش عايزه اقول لكم ريحه تحفه جدا، انت شامم؟ ريحه كويسه جدا، مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي هنا. بس خلاص هو الرز استوى، طبعا هبتدي اشيله من على النار. تمام، دلوقتي الفراخ زي ما انتم شايفين خدت لون، انا مش اللون ده اللي انا عايزاه، انا لسه شويه هسيبها. تمام، هنبتدي دلوقتي هنعمل قبل ما الفراخ بس تتحمر هوريكم بس لونها. تمام، هنشيل الحله دي كده بس شويه. هنعمل وصفه تانية اللي هي سلطه الكورسلو. تمام، السلطه دي بتحتاج معانا مايونيز. تمام، احنا هنعمل سريعا كده معلقتين مايونيز. تمام، هنبتدي نحط لها طبعا مش ملح وفلفل والكلام ده، لان السكر كان معايا. احنا بس في لخبطه النهارده لان في تاخير في الميعاد، فسوري. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني نكون جهزنا لكم بس المكونات بتاعه السلطه عشان نشوف السلطه دي هتتعمل ازاي. تمام، فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. بصوا منظر الفراخ يفرح، منظر الفراخ بقى جامد قوي. تمام، شايفين اللون؟ اللون حلو قوي، بس هي بتاخد شوية عشان اللون ده يبقى زي المطاعم الشهيرة. طبعا احنا دلوقتي هنرجع تاني للسلطة. انا حطيت معلقتين مايونيز يوازيهم معلقتين برضو سكر او عسل، يعني لو انتوا بتحبوا العسل ممكن السكر مفيش مشكلة. تمام، هنقلبهم كده ببعض وهنبتدي نحط بقى يعني سنة ملح عشان دي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، شوية ملح صغنطاطين كده خالص، بس متحطوش فلفل عشان هتغير لونها. تمام، هقلب كده شوية، هضيف الكرنب. في ناس بتحط لها جزر. تمام، احنا هنحاول كده لان الجزر دي قرنفلاية، هنقلبها كده. انا جايبه معلقتين كده للتقليب، هنقلبها كده بشوكه ومعلقه عشان نعرف نقلب كويس قوي. لازم كل حاجه تاخد منها عشان ايه، وتتساب بتاع نص ساعه في التلاجة عشان تشرب من الحاجات اللي احنا حطيناها دي. بسيطة وسهلة جدا ولذيذة قوي السلطة دي، انا بحبها كده. بقى خلاص طبعا هبتدي اقشر جزراية، وانا معاكم بقى بصوا انا بقشرها بدي. الفراخ شايفين حلوة ازاي؟ انا عايزة اقلب بس في واحدة. خلاص خلصت، لسه شوية. شايفين ده نفس اللون اللي احنا بنشتري من المطعم، صح ولا ايه؟ فراخ كريسبي. ابتدي اقشر بقى الجزرايه.
معانا اسماء من البحيره. اسماء الو، اتفضلي. اسماء معاها اسماء معاكي. من البحيرة؟ ايوه، ممكن اسال على طريقه اللازانيا؟ اللازانيا؟ لا والله بصي، هو يعني المفروض اعملها في حلقه يعني، فمش هقدر اقولها لك واحنا لسه ما عملناهاش. ف يعني احنا عاملين مطبخ، انا بحاول اعمل الاكلات اللي هي في المطاعم الشهيره تمام النهارده. ممكن ان شاء الله باذن الله نلحق نخصص حلقه كده نعمل فيها اللي هي اللازانيا. إن شاء شكرا الله. ليكي، ماشي، شكرا ليكي بشكر يا اسماء، حضرتك. وانا سعيده قوي باتصالك. ميرسي لذوقك. شكرا. سكينة. السكينة بقى عشان نقطع الحتة الأخرانية دي. تمام، المفروض في مبشرة، بس يلا بقى هنحاول نعملها بدي. هنتسرب بقى، مفيش مبشرة. كده كده بقى اللي هي ايه، شرايح بقى. والله المفروض مبشرة بقى، بس هنعمل ايه، بنحاول نعملها كده. شايفين الالوان مع بعضها حلوه ازاي؟ انا برضو ببص على الفراخ عشان ايه الفراخ ما تتحرقش كده. كفايه كده قوي. معانا مايكل من سوهاج، اتفضل. ازيك يا فندم؟ اي فندم، ازي حضرتك، كلنا عامل ايه؟ اي فندم، تحت امرك، امورني، اتفضل. كنا عايزين نعرف طريقة الفراخ ممكن الجميلة دي. توطي التلفزيون شوية بس عشان أقدر أسمعك؟ أستاذ مايكل، طريقة سامعني؟ الفراخ المشوية دي. سامعني حضرتك؟ سامع. طب يا فندم، ممكن بس نوطي التي في شوية عشان تقدر تسمعني يعني، أو عشان أعرف أسمعك. عايزين طريقة الفراخ المشوية. الفراخ المشوية دي طريقة سهلة جدا، بس للأسف احنا ما عملناهاش، فاحنا بنقول هنخصص حلقات كده نعمل فيها مطبخ. فحاول ان شاء الله بإذن الله المكرونة اللازانيا والفراخ المشوية والتتبيلة بتاعتها هعملها لكم ان شاء الله في حلقة تعجبكم ان شاء الله. فاحنا دلوقتي اهي السلطة بقت زي الفل، اهي جميلة جدا شهي. هنحاول نقلب في الفراخ، لأن الفراخ هي بتاخد وقت. بس بصوا، بص اللون جميل ازاي ما شاء الله. اللون ده انتوا فاهمين اللون ده بيجي منين؟ بص اللون عامل ازاي. ادي الفراخ الكريسبي اللي احنا بنشتريها من المطاعم يا جماعه. دي احنا بنعملها في البيت، طريقه سهله وجميله ونظيفه، واحنا ضامنينها وواثقين فيها، عشان كده لما ناكلها هناكلها واحنا مبسوطين. وصفه سهله جدا يعني. الفراخ بتتسلق طبيعي جدا، وبتحط لها حبهان ومستكه، كل البهارات اللي هي ريحتها قرفه قرنفل كده، وهي بتتسلق فبتاخد من الطعم ده. وبحط لها كمان وانا بتبلها قبل ما اعملها في التتبيله الاخيره، واعملها كده اهو يعني. انتوا شايفين على الهوا، بصوا ازاي اما اتحمرت بقت نفس الشكل يعني. انا ما لسه ما طلعتش حاجه وانتوا شايفين. معانا اتصال. ايوه، اماني. اماني، اتفضلي يا استاذه اماني، مع حضرتك. بقول لحضرتك عايز اعرف طريقه المكرونه البشاميل. طريقه المكرونه البشاميل برضو. والله يا جماعه، والله البرنامج ده اسمه صالون سلمى، فاحنا بنخصص حلقه كده في الاسبوع يعني في الشهر قصدي. يعني فان شاء الله هحاول اعمل لكم الحاجات اللي انتوا بتقولوا عليها دي، وهتبقى حلقه كامله بعملها لك قدام عينيكي وهتشوفيها عشان تعرفيها. لكن انا لو وصفتها لك كده اكيد مش هتبقى واصله لك. فاهماني؟ انت معايا يا اماني؟ طيب الخط فصل. ان شاء الله. اي فندم، اتفضل، تحت امرك يا فندم. شايفين الفراخ؟ لا بجد والله، مش الفراخ دي بتاعت المطاعم الشعبيه. ايوه، هستخدم، معلش بقى هستخدم كده بقى عشان اقدر اطلعها. بسم الله بسم الله. شايفين الفراخ شكلها عامل ازاي يا جماعه؟ والله ده انا كمان سويتها شويه. ايه ده؟ الو. ايوه، اي فندم، مع حضرتك. شايف الفراخ يا احمد شكلها حلو ازاي؟ مش دي الفراخ اللي احنا بنشتريها من المطاعم، صح ولا لا؟ اي فندم، مع حضرتك.
هنبتدي نحط القطع اللي احنا ما عملناهاش دي عشان تتحمر. تمام. طيب الخط قطع، ارجع لنا تاني يا احمد، احنا تحت امرك. الحاجات اللي انتوا بتسالوا عليها دي يا جماعه انا مش يعني الاعداد عندي بياخدها، وان شاء الله باذن الله نخصص حلقه واعمل لكم اللازانيا والفراخ المشويه والحاجات دي والتتبيله وكله كده يعني ان شاء الله باذن الله. ايوه مين؟ شايفين شكل الفراخ يا جماعة عامل ازاي؟ شكلها حلو قوي صح؟ معانا شروق من الجيزة، اتفضلي يا شروق. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، تحت امرك. اموري، ازيك عامل ايه؟ اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي موريني. معلش، هو حضرتك شيف اصلا يعني او؟ لا انا مش شيف، بس انا بعمل الاكلات دي بيتي، فانا يعني حبيت ان انا اعملها لان في ناس كتير بتحب تشتري اكل الشارع، فانا قلت لهم ان انا هعمل لكم حلقه بالاكلات اللي هي بنشتريها من بره وبطريقه سهله وسلسه جدا، فانا يعني بحاول ان انا اقدم لكم حاجه يعني تبسطكم يعني. فاهمك، ان انا حسيت كده برضه يعني من اشتباكك او من الحاجه مش متحضره بتعمليها على الهوا وبتقشريها على الكونتر. بصي، هو كان الحياه كده في يعني مشكله بس في القناه، ان كانت الكهرباء قطعت في مدينه الانتاج فاخرونا يعني، فده بس هو الارتباك في الموضوع، لان انت طبعا بتبقي خلاص جايه في قبل ميعادك بساعه توضبي الحاجه، فطبعا كنت انا جايه قبل ميعادي بساعه، بس للاسف كان في زميل ليا هو كمان متاخر، فيعني حصل كده بس، فهي دي كل المشكله. لكن ميرسي قوي، ميرسي لذوقك، هو فعلا احنا مرتبكين والارتباك ده باين على الهوا، بس معلش. شايفين الفراخ ابتدت تاخد لون ما شاء الله. لا طبعا بتهريج بقى. طيب احنا ممكن نطلع فاصل ونرجع نغرف لكم بقى الاكل، لان طبعا لا هنطلع لكم تاني، بس فاصل وهنطلع لكم هنغرف لكم الرز المبهر والفراخ عشان تشوفوها والسلطه معايا، انتظرونا. ورجعنا لكم تاني، ودلوقتي احنا هنغرف الرز اللي احنا عملناه الجميل المبهر اللي احنا بنشتريه من بره. شايفين شكل الرز عامل ازاي؟ احنا هنبتدي نغرفه. تمام. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ الله على الريحه جميله جدا. تمام. نبتدي نحط الفريخ كده كده كده، وبكده تكون انتهت حلقتنا، ويا رب يكون الحلقه عجبتكم وتكون الوصفات سهله ولذيذه، سلطه الكورستلو والرز المبهر والفراخ المقرمشه اللي احنا بنشتريها من المطاعم الشهيره. يا رب يكون الحلقه عجبتكم، واتمنى اشوفكم تاني، وان شاء الله باذن الله هنقدم لكم افكار جديده وحلقه جديده في صالون سلمى، وتصبحوا على خير.